بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة عاملين لكم جولة كده في ريتاج عاملين عروضات، اللي هو العرض الخاص 10 15 20، وفي حاجات أقل من كده. يعني عندكم المجات دي كلها ما شاء الله على 5 ريال، شكلها حلو. تعرفين أنا كنت جاية أشتري ملابس لبنتي وأحذية يعني كده من ريتاج، وقلت ودخلت بقى قسم الادوات المنزليه بعشقها جدا، وقلت ايه اصورها لكم. يعني المجات دي كلها ما شاء الله على 5 ريال، كل الاشكال اللي حضراتكم شايفينها دي على 5 ريال، على 5 ريال اهي، اشكال متنوعه يعني من المجات على 5 ريال. ده الوحيد اللي في وسطيهم ب10، بس ده مش ملوش يد، لا ممكن مش موجود. هنا الكاسات الزجاج دي في على 7 ريال، في طاجن اهو على 10 ريال او على 15، يعني هو مكتوب بال مش عارفه اذا كان بالانجليزي ولا بالعربي. يعني الصحون دي على 5 ريال، دي على 5 ريال، ازازة المية دي على 5 ريال، على 15، ازازة المية دي على 15 ريال او للعصير. انا بصراحة بحب حاجات ريتاج، يعني ايه في التنسيقات وكده، والحاجات الرقيقة دي على 5 ريال، الكاسات دي على 5 ريال، مناديل الورق للحفلات والمناسبات على 5 ريال، وفي على 8. هنا عندهم ترامس، الترمس على 44 ريال، دي اللي هي القاعدة ما شاء الله، اللي هي بتتحط كده تحت الطبق كده او الفنجان، ما شاء الله جميلة. دول على 20 ريال، كم قطعة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة، ممكن 6 ولا 5، دول شكلهم شيك جدا. الحلة سيراميك على 29 ريال، ممكن ينفع طاجن في الفرن، تحس ان هي من السيراميك، تحس ان هي حلة بحقه حقيقي، على 29 ريال، تنفع طاجن ولها غطا. زبديتين على 10 ريال، طبعا دي مفرز سفرة على 20 ريال، وده مشجر كده او شغل يدوي اهو ما شاء الله على 49. الحاجات دي بتبقى جميلة جدا. صواني تقديم طواجن اهي، في جرورة حفظ اهي، كانت ب39 بقت ب20، وفي ب15، وفي ب10. هنا قطم عشا 16 قطعة على 49 ريال، هنا في علب حفظ بقى اسعار متنوعة، يعني ب10 ريال، ب25 ريال، ب17. هنا في دي تنفع فازات على 15 ريال، ودي ب10 ريال، ودي ب15 ريال اهي. هنا ده بقى ارض طقم، بس كل قطعة لحالها، يعني كل قطعة بسعر. فناجيل شاي على 22 ريال، هل الفنجان ولا الطبق؟ شكله الفنجان بالطبق ب20 ريال. هنا ما شاء الله قسم الانتيكات، الساعة دي على 39 ريال، دي على 29،
دي مكتوب 69 بس مش عارفة عليها عرض ولا لا. 39 ريال. هنا حامل شموع ثلاثة مع بعض على 20 ريال. طبق تقديم للحلويات يعني وكده 49 ريال. مجسم قلب اهو 29 ريال. الاطباق دي على 20 ريال. شموع انتيكات معطرات ورد ما شاء الله كلها نحاسي وذهبي على 20 ريال. دي بتتحط عزاكم الله في الحمام يعني يعتبر ستاند او حامل يعني للفرش لأي حاجة يعني ليه كذا استخدام. شوفوا الفضة الجميلة دي ب20 ريال. وفي منها الذهبي تقيلة ما شاء الله دي تقيلة ب20 ريال. دي بتاعت الصابون دي ب15 ريال. هنا قسم المفروشات على 20 ريال. 29 اللي هي السندات دي اللي بتتحط على المجلس او الانتري اهي. صراحة في المفروشات حلوين. دي على 20 ريال. هنا اللي هي الدفايات دي 29 ريال. مقاس 160 × 200. لونها حلو دي. وفي ب39 في ب59 39 حسب المقاس يعني. حلوة دي ب39. لحاف على 69 ريال. 79 قصدي. 49. هنا برضه هنا بقى في حاجات مش عليها عرض. ده اللحاف الكبير بصراحة حلو. انا كنت واخدة منه زمان. ده كام نفس السعر ولا غلي معرفش. بس حلو غسيل والقماش بتاعته ما بيجرالش حاجه ولا بيكلكع ولا اي شيء. سعره كام ده؟ تهيألي 85 ريال. الوان مختلفه. السندات اهي فرو. هنا دول برضو عليهم عرض ب20 ريال. جميله جدا. وهنا ده زي كيس مرتبة كده. لا ده ايه يعني ده لحق 2 كيس. ده ب14 ريال. اكياس مخدة. انا الطقم الكينج ده ب39 ريال. بس مكتوب بلستر 100% يعني 100% مش قط. وكان ب59 بقى ب39. مع ان في قماشة ناعمة يعني. ده ب15 ريال نفر واحد. مقاس 160 × 270 وكيس المخدة 50 × 70. بس قماشته طرية جدا وناعمة مع انه مكتوب عليه بلستر 100% مش قطن.
ياما الواحد خد من الريتال دي. ايام ما كانت بتعمل عروضات زمان، كانت بتعمل عروضات على النفروشات جميلة جدا. اول ما فتحت اللي بيحبوا التحف الانتيكات اهي على 49 ريال، 39، 39. هنا دول ب15 ريال، الاربع كاسات دول والاربع اطباق دول ب15 ريال، وهنا الاربع زبديات دول ده طقم الاطفال يعني ب15 ريال، يعني كل اربعة ب15 ريال. جاك العصير ده على 15 ريال. هنا الزبديات دي الواحدة على 15، كبيرة وعميقة. مجات بقى على ده، انا كنت جايبة منهم مجات قبل كده كانت ب5 ريال وب10 ريال، كانت جميلة وكبيرة ما شاء الله. هنا دول على 15 ريال، شكلهم حلو اهو. هنا في بقى كاسات زجاج 19 ريال، كل دي قسم الزجاجيات يعني اهو. 13 ريال الطقم ده، كام حبة؟ 510 ملي، 13 ريال، 6 حبات. بصراحة هي حاجة ريتاج حلوة عن تجربة يعني. دي زي فوط صفرة كده، 4 حبة مع بعض ما شاء الله. القماشة بتاعتهم جميلة ب20 ريال، ومرسوم عليهم يعني باليدوي، يعني مشغولين باليدوي يدويا يعني، هاند ميد زي ما بيقولوا اهو. دي يعني ايه، مناديل صفرة او ايه، فوط صفرة. طبعا برضه عاملين عروضات على الملابس برضه، 10، 10، 15، 20، واسعار متفاوتة يعني اهو. نختم هنا ان شاء الله. شوفوا المخدات بقى، نسيت اوريها لكم المخدات اللي هي عاملة الفوم دي. وهنا مخدات القطعتين ب29 ريال، اساسيات المنزلية. المحبتين على كام؟ على 29. هنا اعزكم الله، هنا دي سلات ممكن في غرفة النوم، في الانتريه، في الحمام اهي. دي فرشة الحمام ب29 ريال بالستاند بتاعها، تحسوا انه رخامي كده على لؤلؤي. علبة المناديل او حفظة المناديل يعني اهي 29، ممكن تعملوا طقم. دي ب49 الرخامي دي. خلاص ان شاء الله نختم هنا ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا برضو في كنكة ستيل ب20 ريال، وفي ب15، وفي الحلل دي بصراحة 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 الواحد يقول له اللي عليه حلة الريتاج اللي هي الكبيرة ايام زمان يعني، مش دي ما بتقشرش ابدا ولا بيجرى الحاجة، ولا واحسن حاجة فيها ان هي مش بتشيط الاكل ولا بتحرق الاكل بصراحة. انا بكلمكم الكلام ده يعني من يجي 12 سنة كده، حتى القلايات كانت نفس النوعية دي. انا حبيت بس اصور لكم كده تاخدوا فكره. السلات اهي بتاع الخبز يعني او الفواكه يعني اهي، برضه عليها عرض مقاسات، في ب15، في ب10، في ب20 الكبيره، وبيجي جوا الكفر بتاعها والفوط دي. ياما الواحد اشترى فوط مرتين.
طقم توابل اهو ب20 ريال. القاعدة الخشب دي بتاع الكيك والحلويات ب69 ريال. نختم هنا ان شاء الله، ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.